خلينا ناخد مكالمة مهمة جدا، واحد من نجوم طبعا مصر وواحد من نجوم التحليل ونجم البريمو، الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا برحب بيك. حبيبي يا اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ وحشني والله. الله يخليك كابتن. كابتن، يعني بكره ماتش مصر والنيجر، والنهارده كان فيتوريا عامل يعني مؤتمر صحفي، طبعا كان بيرد فيه على المشاكل اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت في أول معسكر ليه، وعلى رأسها طبعا عدم اختيار محمد عواد، وقال هو إن معجب محمد عواد، وفي نفس الوقت يعني السبب إن هو ما ضموش إن كان إن هو ضم 4 لعيبة، وإن هو كان عايز يضم 8 لعيبة بس علشان مشاركة الزمالك في بطولة أفريقيا خلاه يضم 4 لعيبة فقط. طيب، يعني هو عمل المؤتمر عشان يوضح للناس ان هو ما خدش محمد عواد ليه؟ ده من ضمن المشاكل اللي هو رد عليها. طب مش الاولى ان الزمالك عنده ماتش في افريقيا، ما كانش خد حد المعسكر ده طالما ان ماتش ودي وملوش لازمه اسيب لعيبه؟ قدر الزمالك دلوقتي خسر الماتش اللي جاي ده، مين يتحمل؟ مش الكره فيها كل حاجه؟ مش وارد في الكوره كل حاجه؟ انا كنت فايق الماتش الاولاني وكسبت 2، ممكن اجي بنقص عددي وبثقه زياده ان انا كسبت الماتش الاولاني، ممكن الزمالك تقلب معاه ويخسر. طيب مين يتحمل؟ دي رقم واحد. انت لو راجل ما يعني واثق في نفسك وما تهزتش من الاعلام، ولا كنت عملت مؤتمر ولا حاجه، وكنت ماشي انت في سكتك وماشي في طريقك، بس للاسف عشان ان هو اتهز وتوتر طالع يتكلم ويعمل مؤتمر صحفي قبل الماتش ويقول الكلام ده. حتى لو هتعمل مؤتمر قول على المؤتمر اللي انت عايز تتكلم فيه، تتكلم على المعسكر وعلى الفرقه وهتعمل ايه بكره. واخد بال حضرتك؟ انما طالما جبت سيره عواد واللعيبه بتوع الزمالك، طب انت الاولى ما كنتش خدت الاربعه التانيين؟ وزي ما انت بتقول ان انا ما خدتش عواد عشان عنده ماتش افريقي، طب خدت الاربعه التانيين ازاي؟ انت بتناقض نفسك؟ فهو بيكذب علينا وبيضحك علينا وبيضحك على الشعب المصري. واخد بالك؟ ليه؟ لان هو اتهز الفتره اللي فاتت دي عشان ما خدش عواد، فالمواقع والجرايد والاعلام وكله سلخه، وانت من ضمن الناس اللي سلخته. فطبعا جريوا عليه زي حازم امام وزي بركات الحق، ولازم زي ما قال التصريح بتاعه ان انا مش جاي لك اخد امم افريقيا ولا اوصلك كاس عالم، امال انت تقعد 4 سنين تعمل معانا ايه؟ انت جاي ليه؟ انت جاي عشان ان انت تقول لي اعمل لك فرقه وبعد ال4 سنين تبقوا انتوا بقى ان شاء الله معاكم ربنا؟ زي ما حصل بالظبط في غلطه كيروش. ده طبعا انا بحمل الكلام ده لحازم امام والبركات، وتحديدا حازم امام اللي هو فاتح صدره دلوقتي وبيقول لك انا جايب الراجل ده والراجل ده كان رايح النادي الاهلي وانا جبته مش عارف بايه، كل ده ضحك على الدهون يا عم اسلام. خلينا واضحين وصراحه.